قدومه إلى الحكم سنة 1999، وضع الرئيس بوتفليقة إصلاح العدالة من أولوياته الكبرى، فانطلقت مسيرة الإصلاحات بتكييف المنظومة التشريعية مع التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري. ولم تنتهي هذه الإصلاحات في المنظومة التشريعية فحسب، بل تعدت ذلك إلى عصرنة القطاع، فكان من أكبر الخطوات التي حققها الرئيس. ما تم إنجازه في إطار محور العصرنة الذي يعد من المحاور الكبرى لإصلاح العدالة التي أقرها فخامة سيد رئيس الجمهورية من أجل تعزيز دولة القانون. وبالتالي فإن إصلاح العدالة والعصرنة بالطبع هما عنصران كما نقولوا متلازمان، لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، وهذا ما زاد من تعزيز هذه الإصلاحات. باستحداث مديريات للعصرنة تسيرها كفاءات جزائرية، سهرت على وضع الأسس الأولى لهذا المشروع. في إطار مواصلة سلسلة الإصلاحات العميقة التي بادر بها فخامة رئيس الجمهورية، وهدف إصلاح العدالة، وكذلك تحت إشراف السيد معالي وزير العدل الحافظ الأختم، بعدة مشاريع ذات بعد استراتيجي في مجال عصرنة الخدمة العمومية، وهذا تهدف إلى تقريب العدالة من المواطن. أولاً بدأنا بتبسيط الإجراءات باستخراج شهادة الجنسية وكذلك شهادة السوابق القضائية عبر الإنترنت. المواطن للمرة الأولى يجب عليه أن يتوجه إلى المحكمة أو المجلس بالوثائق، شهادة الميلاد للمعني بالأمر، شهادة ميلاد الأب، وكذلك شهادة ميلاد الجد، يمدهم الكاتب الضبط. كاتب الضبط يعطي له الرقم السري، وهذا المواطن يمد له رقم الهاتف تاعه ويعمر استمارة فيها الاسم واللقب، وكذلك يعطي له الرقم المعرف يعني أن يضيفه إنك يكون تابع للمواطن. بعدها بعد 48 ساعة يجيه ان اس ام اس، رساله قصيره فيها كذلك اسم كلمه المرور والاسم السري، يدخل بهم في الولوج في لو بورتاي ام جوستيس بوان دي سيت. وفي وقت ليس ببعيد كان المواطن يضطر إلى القدوم إلى المحكمة لاستصدار وثيقة الجنسية أو شهادة السوابق العدلية، فينتظر دوره في طوابير تدوم لساعات وربما ليوم كامل، وكان يضطر للتنقل من مقر سكناه إلى المحكمة التابعة للإقليم الذي ولد فيه، فيهدر وقته ويضيع أشغاله الأخرى. وبالخصوص حنا تردان نحتاجوا بزاف الوثائق كيما هادو ما منا، هذه ولا غير طريقة يعني بارك الله فيه اللي خمم فيها. اليوم وباستغلال التطور التكنولوجي أصبح المواطن قادرا على استخراج شهادة الجنسية أو صحيفة السوابق العدلية دون عناء التنقل. كنا مع الأول روحوا البلدية خرجوا بزاف الوثائق وزجلنا نزيد ديال لاشان وزدت سنة باش تخرجهم، ولوك الحمد لله يعني وفروا لنا هادو ما يعني مكتب خاص تخرج فيه يعني عبر انترنت، يعني تروح تسجل فيه ويعطوك رقم سري وتخرج عبر الانترنت لا في البيت لاي مكان. يعني في اطار المجهودات الكبيره والمتواصله لوزاره العدل لعصرنة قطاع العداله، لا سيما تمكين المواطنين من الولوج الى صحيفه السوابق القضائيه وصحيفه شهاده الجنسيه الجزائريه عن بعد، تم ايجاد ميكانيزمات جديده
لتمكينهم من ذلك. بالنسبة لصحيفة السوابق القضائية فإنه يمكن للمواطن الذي يتقدم شخصيا إلى المحكمة من تسجيل نفسه على قاعدة معطيات خاصة. هذه قاعدة المعطيات ترسل إلى مديرية عصرنة العدالة، يتم من خلالها تمكين المواطن فورا عند قدومه إلى الشباك، شباك المحكمة، أي محكمة على كل القطر الوطني، يتم تمكينه من وثيقة. هذه الوثيقة تسمح له تحمل هويته الكاملة بالإضافة إلى كلمة مستخدم وكلمة سر. يستطيع المواطن التقرب من أي محكمة لتسجيل نفسه في الشبكة الداخلية، ومن ثم يمكنه استخراج الوثائق عن بعد، فيقلص عناء التنقل إلى المحاكم، ويستطيع فعل ذلك من حاسوب بيته أو حتى من هاتفه الذكي في أي مكان من العالم. كلما يتقدم شخص لاستخراج صحيفة السوابق القضائية الخاصة به يتم إعلامه شخصيا وفورا من طرف أمين الضبط المكلف بالمصلحة بأنه يمكن له أن يستخرج شهادة صحيفة السوابق العدلية عن طريق الانترنت. في أي مكان يكون بالهاتف تاعي عندنا الانترنت نخرجه بلا ما نشقى، بلا ما نضيع وقتي، بلا والو. وماذا بينا إن شاء الله هذه تكون في كل الأماكن اللي يسحق المواطن يستخرج له وثائق تاعو بلا ما يشقى، بلا ما يضيع وقته. بمجرد طلب استخراج وثيقة ما من المحكمة يحول الطلب إلى بنك المعطيات على مستوى مديرية العصرنة، ليقوم القضاة أو وكلاء الجمهورية بالتوقيع عليها إلكترونيا باستخدام مفتاح خاص بكل قاض أو وكيل جمهورية، ثم يعاد تحويل الوثيقة الممضاة إلى حساب صاحب الطلب في مدة قياسية. صحيح أنه في إطار برنامج إصلاح العدالة في جانبه المتعلق بعصرنة القطاع والرمي إلى تقريب المواطن من العدالة وتخفيف عبء إحضار الوثائق التي تثقل كاهل المواطن والمتقاضي، فقد تم استحداث تقنيات جديدة في هذا الصدد، أهمها تقنية التوقيع الإلكتروني. وفي هذا الإطار تم تزويد كل قضاة وموظفي كتابة الضبط بشرائح والمفاتيح المشخصنة للإمضاء والتوقيع الإلكتروني لكل المحررات والوثائق القضائية الصادرة من طرف الجهات القضائية. ولا يخفى عليك أن هذا الإجراء فعلا يؤدي إلى السرعة في العمل الإجرائي وكذلك في التخفيف على المواطن. هذه التقنية ليست محصورة على المدن الكبرى فحسب، بل شملت الجزائر العميقة. ففي محكمة عامة مثلا يقوم أمناء الضبط بإعلام المواطن بضرورة تسجيل نفسه لاستخراج الوثائق عن بعد. الآن كل مواطن يتقدم لسحب الجنسية لأول مرة يلفت انتباهه الموظف المكلف بسحب الجنسية أنه بإمكانه أن يستخرج الجنسية عن طريق الانترنت من البيت نتاعه أو من أي مكان يكون فيه. كيف تتم العملية؟ أنه يقدم طالب وثيقة استمارة يملأها ويوقع عليها، يسلم لأمين الضبط رقم الهاتف النقال نتاعه، ويسلموا رقم سري مؤقت، ثم يتلقى رسالة نصية عن طريق الهاتف النقال نتاعه يتحصل فيها على الرقم السري الخاص به، ويمكنه عن طريق هذا الرقم السري الدخول في الانترنت وسحب شهادة الجنسية من أي مكان يكون فيه. اليوم بعدك جيت تخرج الجنسية في إطار ملف إداري من هذه، وعلموني باللي تنجم تخرج الوثائق تاعك الجنسية والكازي بار انترنت. هي الجنسية سما كيتخلصها خطرة صعيبة تحقها، بصح الكازي اللي تخدم به شحال من آخر، وقال لنا اتصلوا بواحد المكتب الفوق باش دير الآليات كيفاش تسجل، كيفاش منا يورونا كيفاش تسجل كيفاش تستخرج. حاجة مليحة، فايدة لنا خير من اللي نتنقلوا. واستحسن المواطنون بدورهم ما أصبح عليه قطاع العدالة اليوم، فقد حملت عليهم العصرنة عناء التنقل لمسافات طويلة خاصة مع طول المسافات في الجنوب الجزائري. بخصوص ما جد به العصرنة في هذا الموضوع، نعطيكم مثال. صحيفة السوابق القضائية كان يتم استخراجها سابقا على مستوى المجالس فقط، مما يتعين على المواطن أن ينتقل إلى المجلس. فأنا ذاك قبل إنشاء المجلس الجديد العام
كان يتوجه المواطن مع عين صفراء النعامة المشرية إلى غاية مجلس قضاء سعيدة، المسافة حوالي 200 كيلومتر ذهابا وإيابا في فصل الصيف وفصل الشتاء وفصل الخريف. أنتم تعلمون الأحوال الجوية جيدا في هذه المنطقة كيف تكون، فهي قاسية. المواطنين المولودين جميعا على مستوى مجلس قضاء سعيدة والمحاكم التابعة له يتوجهون إلى المجلس، فلكم أن تتخيلوا شكل الطوابير التي كانت آنذاك. إلا حتى في الأمس القريب جدا كانت هناك طوابير جدا كبيرة جدا في إزعاج للمواطن، في إزعاج للموظف. لا يخفى عليكم أن هذه المصلحة فقط في المحاكم المتوسطة كانت تخصص حوالي 5 أو 6 موظفين إلا لاستقبالها، لاستقبال طلبات صحيفة السوابق القضائية. وآفة العصرنة عمال القطاع من استعمال الورق، أصبحت المكاتب خالية من الأوراق كما هو الحال في مجلس قضاء تلمسان. ليس المواطنون فحسب، فحتى شركاء العدالة معنيون بالعصرنة، حيث أصبح المحامون قادرين على استخراج الأحكام القضائية دون عناء التنقل، فبمجرد النقر على هذا الزر ومن مكتب المحامي يمكنه الاطلاع على أحكام القضايا التي تأسس فيها. التقنيات الجديدة التي جاءت بها وزارة العدل في إطار عصرنة جهاز العدالة ساهمت بشكل كبير في تحقيق العبء وتوفير العبء على المحامين، خاصة في استخراج الأحكام والقرارات القضائية الموقعة إلكترونيا عبر شبكة العنكبوتية الأنترنت في أي وقت. عمل جبار قامت به الوزارة حينما يوصل المحامي على مستوى كل محكمة، أي محكمة سواء نعامة أو مشرية أو عين صفراء، إلا ويلقى داخل المكتب تاعه جهاز إعلام آلي ويتبع القضايا تاعه دون ما يمشي الكاتب ويسقسي على القضايا تاعه. هذا عمل جبار، المحكمة مشكورة فيه، وهذا نوع من التطور وهذا نوع من تسهيل العملية للمحامي وكذا المواطن. ملفات كانت على المحكمة العليا ومجلس الدولة لا علم لها ولا مصيرها، اليوم على بمجرد الاطلاع على شبكة الانترنت أو الجهاز المتصل على المستوى الوطني نطلع على الملفات بكل سهولة. حتى الأحكام، أحكام محكمة الجنايات ومحكمة مجلس الدولة اليوم النسخ العادية مولش، كان البعد العاصمة تبعد من هنا 800 كيلو، كان المحامي أو المواطن يعجز باش يجيب هذاك الحق تاعه باش يمارسه. اليوم بمجرد أنه صدور الحكم تمشي عن طريق الإعلام الآلي تخرجه. هذا اليوم العصر أصبحت شيء مهم في قطاع، وهذا شيء ملموس لا ينكره إلا جاحد. يمكن للمتقاضي كذلك الاطلاع على مآل قضيته ومتابعتها ومعرفة تواريخها ومعرفة تواريخ برمجتها عن طريق تطبيقة أنجزت بكفاءات جزائرية لتخفيف عنهم عناء التنقل إلى مكان المحاكمة أو المحكمة التي برمجت فيها هذه القضية. تطبيقة خاصة بتسيير الملف القضائي، وإحنا مجلس قضاء تلمسان راه نموذجي فيما يخص التحيين الجديد لتسيير الملف القضائي، وهذه التحيين رانا عملوا بها وإن شاء الله ثاني تزيد تطور فيما يخص أمور فيما يخص تسيير الملف القضائي إلكترونيا، كما هو الحال بالنسبة لعدة مثلا لتقنية التوقيع الإلكتروني، وهذا مكسب كبير. مكسب التوقيع الإلكتروني اللي من خلاله يعني يستطيع المواطن استخراج شهادة الجنسية أو صحيفة السوابق القضائية عن طريق الانترنت، ويكفيه يتفضل امام المجلس لي يعني نطول بعض الاجراءات كيفيه باه يولي بالكيفيه هذيك، يعني في حاله
إن أراد استخراج عليك الشهادة الجنسية شهادة الجنسية أو صحيفة سواب قضائية عن طريق الإنترنت، فهذه التقنية تمكنه من ذلك، وهذه يعني قفزة نوعية في مجال العصرنة. استحدثت وزارة العدل مركز نداء لاستقبال المكالمات عبر رقم خاص يتم تحويلها حسب استفسار المواطن إلى الجهة المعنية، ويمكن للمواطن فهم استفساره وشرحه من طرف أعوان مختصين والإجابة عن انشغالاته. توجه بالنسبة للقرار، توجه إلى مجلس قضاء سليمسان مصلحة الشباك، تجيب معك لكارت ناسيونال أخ وتنجم ترفضه. أدرجت وزارة العدل رقم أخضر لكافة المواطنين للاتصال بقاعة وبمركز النداء والمتمثل فيه 1078. القضاة ووكلاء الجمهورية وعمال قطاع العدالة ككل يستفيدون من خلال العصرنة من دورات تكوينية وندوات ومحاضرات عن بعد بتقنية الفيديو كونفرنس، إذ يربط البث من مكان المحاضر إلى جميع مجالس القضاء والمحاكم على المستوى الوطني، ويستفيد المعنيون من هذه المحاضرات دون التنقل إلى مكان المحاضرة. لحد الآن عندنا 39 كاميرا مرئية فيديو كونفرنس التي تبتت على المجالس. في كل مجلس عندنا كاميرا دي فيزيو كونفيرنس، عندنا لا فيزيو كونفيرنس او نيفو دو 49 كور، وكذلك مجلس الدوله ومجلس لا كور سوبريم. سوف يعمم هذا الشيء هذا للمحاكم عبر القطر الوطني في الاشهر القادمه، وهذا باقتناء ضوط الكاميرا هكذاك باش نسهلوا كذلك لا فورماسيون ونسهلوا لو ديبلاسمون تاع لي ماجيسترا. تستخدم هذه التقنيه في عمليه التكوين المستمر، وذلك بربط المجلس القضائي مع الاداره المركزيه والمحكمه العليا ومجلس الدوله. كان قد اجلوا ثلاث مرات فموجوده ايوه. وفي سابقه لم تشهدها العداله الجزائريه، برمج مجلس قضاء المسيلة منذ أيام محاكمة دولية عن بعد، أين رافع المحامي وموكله من فرنسا واستمع إلى أقوال أحد أطراف القضية دون نقله إلى الجزائر. ولاقت أول محاكمة دولية عن بعد استحسان جميع الأطراف من محامين ومتأسسين في القضية ومتهمين وشهود وقضاة وحتى المسؤولون في مجلس قضاء المسيلة. في إطار الإصلاحات التي بشرتها وزارة العدل وتنفيذ لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، بادر معالي وزير العدل حافظ الأختام باقتراح إطار قانوني لاستعمال تقنية تكنولوجيا الاتصال والإعلان، وذلك باستحداث القانون رقم 1503 المؤرخ في 7 فبراير 2015 المتعلق بعصرنة العدالة. وطبقا للمواد 14-15 من هذا القانون المتعلق باستعمال المحاكمة عن بعد، فإنه تم ولأول مرة في الجزائر برمجة محاكمة دولية عن بعد انطلاقا من مجلس قضاء المسيلة، وتم ربط المحاكمة مباشرة من محكمة نانتير بفرنسا، أين تم الاستماع إلى شاهد مهم في قضية متابع فيها متهم أمام محكمة جنايات المسيلة، وهذه القضية متعلقة بقتل عمدي وسرق الأسرار وقعائها تمت بفرنسا. الملاحظة اللي جدناها أن النازل أصبح جد مرتاح، خاصة فيما يخص يعني عفيناه من هذا التنقل يعني من 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 مكان إلى مكان، وأن أصبح يلقى الراحة تاعه في 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 المحاكمة هنا عن بعد، لأنه راه يصرح وكأنه حاضر في نفس المجلس ويؤدي يدي بالتصريحات تاعه كما 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 يشاء، يعني عنده الحق كذلك باش يحضر الدفاع تاعه. هذه في صلاح انسان يعني في المكان تاعو مرتاح ويحاكم عن بعد، وثاني سان لوزيفيت يعني التاجيلات تاع القضايا
يعني ممكن حتى يعني المتهمين الآخرين يعني تساعدنا فيما يخص يعني تفادي كثرة التأجيلات إلا غير ذلك، وبالتالي هذه كلها خدمة يعني للنزلاء وللمواطنين بصفة عامة. يعني ممكن حتى هذاك النزيل ولا يعني لما يتنقل يعني ممكن يكون في مكان مرتاح ومع العائلة نتاعو إلا غير ذلك، قريبة إلا غير ذلك، هذا يعني يخلينا يعني يخليه مرتاح يدي التصريح تاعو ويحاكم عن بعد ويبقى في المكان ثم، هذا نضمن يا مزية كبيرة يعني وخطوة كبيرة حققها القضاء في هذا الميدان، وهذا دائما في إطار المحور الكبير وهو يعني إصلاح العدالة بصفة عامة. في إطار استخدام الأمثل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ولتقريب العدالة من المواطن، تتم عملية الربط التقني بين مجلس قضاء تلمسان والمحاكم الواقعة في دائرة اختصاصه مع باقي المحاكم والمجالس القضائية لإجراء محاكمات مرئية عن بعد. سيدخل نظام جديد في إطار العصرنة حيز الخدمة، حيث سيستفيد المشتبه فيهم في القضايا الإجرامية من تقنية السوار الإلكتروني بدل حجزهم جسدياً وإيدائهم رهن الحبس المؤقت خلال التحقيق، وذلك صوناً لكرامتهم وتجسيداً لاحترام مبدأ حقوق الإنسان. وهذا السوار الإلكتروني عنده أهمية كبيرة، وهذا يندار في قبل المحاكمة، قبل ما تكون المحاكمة يقدر يديروا للسيد اللي يكون في المحكمة هذا السوار الإلكتروني، ويقدر يروح لدارو يكون كونترول على مستوى المحكمة وكذلك على مستوى الجهة المختصة في هذا المجال من ناحية تقنية. هذا هي بالنسبة للسوار الإلكتروني. من ناحية تقنية السوار الإلكتروني هو يمشي، بس مازال ما استعملناش على المستوى الوطني. راح يبدأوا تجارب أولية في محكمة تيبازا، هذه تجارب عبر هذا السوار الإلكتروني. بعد هذه التجارب هذوما راحين نديروا نموذج دي سيت بيلوت كما بدينا من الأول في استخراج شهادة الجنسية وكذلك شهادة السوابق القضائية. راحين نديروا مثلا 5 أو 6 مجالس مع المحاكم اللي يستعملوا هذا السوار الإلكتروني، وبعدها راح تتعامل مع المستوى الوطني. هذا يجي على حساب الاقتناء هذا السوار الإلكتروني، لأن يعني السوار هذا ما يدخلش في الجزائر، دونك لازم نقتنوه نجيبوه من الخارج، دونك على حسب الاقتناء هذايا نبداو في هذا العملية هذه. القطاعات الأخرى بدورها استفادت من عصرنة قطاع العدالة، فالجهات الأمنية تستطيع الولوج مباشرة إلى بنك معطيات خاص بها للتأكد من معلومات حول الأشخاص والاطلاع على سوابقهم من عدمها. قمنا أولاً بربط الضبطية القضائية، الأمن الوطني وكذلك الدرك الوطني بقاعدة المعطيات الوطنية بالأوامر بالقبض والكف عن البحث، لأن هذه القاعدة هذه، لأن المواطن يكون عنده الكف عن البحث لازم يكون أنين ممضي إلكترونيا، وعطينا الولوج لهذه الضبطية القضائية باش تدخل في قاعدة المعطيات الخاصة بوزارة العدل، وهذا الاستخراج وكذلك لاقتناء هذه الأوامر هذوما، وربط المحاكم العسكرية مع كل الجهات القضائية. وقمنا باستعمال الشريحة الإلكترونية اللي عطيناها لهذه المجالس القضائية العسكرية بإمضاء القرارات وبإمضاء كل التقريرات يتبعثوا عبر البريد الإلكتروني الداخلي لوزارة العدل. كما تكلمت سبق تكلمت في أمور تاع الأوامر بالقبض اللي أصبحت الهاجس الكبير، يعني للمواطن لما مثلا فيما يخص الكف عن البحث إلى غير ذلك، هناك تنسيق وهناك عن طريق قاعدة المعطيات فيما يخص يعني وهذا مكسب كبير. وهناك يعني لأن ضرك حاليا يعني فيما يخص يعني السياسة الجنائية، احنا رانا فيما يخص انتقلنا إلى مرحلة أخرى وهي السياسة الجنائية اللي رانا نشوف في هذا الإطار، واللي يعني تخلينا يعني هناك تنسيق مع الضبطية القضائية والعمل متواصل معهم في هذا الإطار
لأن تكون يعني كطرق جديدة فيما يخص محاربة الجريمة. فيما يخص تسيير الأوامر بالقبض فهي موجودة، الأوامر بالقبض كلها مسجلة على تطبيقها، تخص أوامر بالقبض وأوامر بالإيداع بالأسم والأرقام، أي جهات أي ضبطية قضائية يمكن الدخول الولوج إلى التطبيق والإطلاع مدى سريان هذا الأمر أو عدم سريانه. كما تسمح هذه التقنية من ربط بنك المعلومات مباشرة مع المركز الوطني للسجل التجاري دون طلب المركز لوثائق من المواطن عند إيداع ملف للسجل. السجل التجاري يستطيع استخراج صاحب الشهادة القضائية رقم 2 ورقم 3 ممضية إلكترونية عبر الإنترنت، وينحي كان له يكلف المواطن باش يروح حتى للمحكمة والمجلس يقدم هذه الصحيفة هذه. الربط هذا اللي هاوين دار تدريجيا كذلك مع الوزارات باش يستعملوا الولوج إلى هذه القاعدات وحسب الضمور تاعهم. عصرنة قطاع العدالة مكسب للشعب الجزائري بفضل أياد قطعت على نفسها عهداً من أجل مواكبة الجزائر التطورات التي يشهدها العالم وما تحقق منها سوى شوط من مسيرة لا تزال مستمرة.